حبايب قلب سمسمة، لو حابين تعرفهم انا عملت الكيكة التحفة دي ازاي، يلا بينا نشوف كل التكات والحركات. بس ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. لو حابين تعرفهم انا عملت الكيكة التحفة الهشة دي ازاي، تعالوا بينا نشوف الفيديو كامل. شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، يلا بينا نكمل بقية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا. طبعا بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات، وطبعا كتير منكم زعلان وقال لي بقالك كتير يا سمسمة ما نزلتيش فيديوهات، فان شاء الله راجعين وبقوة واللي جاي افضل باذن الله. تعالوا بينا نشوف النهاردة هنعمل وصفة ايه. هنعمل الكيك اليومي، سهل وسريع وبسيط ومقاديره موجودة في كل بيت. بس طبعا في بداية الفيديو ما تنسونيش من اللايك علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. وطبعا لو انت مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس على الكل علشان توصل لكم كل حاجة جميلة سمسمة بتعملها. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف الطريقة والمقادير. انا معايا حبايب قلبي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا كوباية من السكر، وتقدري ان انت تزودي من كوباية لكوباية ونص حسب ما بتحبي السكر. كمان معايا كوباية الا ربع من السمنة والزيت، معايا نص كوباية من عصير البرتقال، وكمان معايا نص كوباية من الحليب او اللبن المغلي، وده اساس وصفتنا النهاردة الحليب المغلي. معايا حبايب قلبي فانيليا، وطبعا بيكنج باودر او كيك شيف اي حاجة انت بتحبيها. طبعا معايا كوبايتين من الدقيق، هي دي بس مقاديرنا. طبعا كل الحاجات دي موجودة في كل بيت. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة. اول حاجة حبايب قلبي انا معايا بولة هنزل بيها بالبيض اللي هم 4 بيضات، ولازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. كمان هنزل عليهم بالفانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الفانيليا علشان زفرة البيض، لو عندك فانيليا سايلة بتبقى حلوة جدا. وكمان هنزل بالسكر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هبتدي ان انا اخلط كل الحاجات دي. طبعا هو مش مستاهل ان احنا نستخدم المضرب الكهرباء لانها سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. طبعا انا ما حبيتش ان انا استخدم مضرب الكهرباء النهاردة علشان اقول لكم ان هي فعلا حلوة جدا والنتيجة بتاعتها بتبقى تحفة ومش مستاهلة المضرب الكهرباء ولا حتى الخلاط. هنضربهم مع بعض كويس جدا ونرجع نشوف كل التكات والحركات. حبايب قلبي انا خلاص ضربت كويس جدا، يعني مش اقل من 5 دقايق تضربي في البيض والسكر لحد ما تتاكدي ان السكر ده بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. هنزل بقى دلوقتي بالسمنه والزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهبتدي برضو ان انا اخلطهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بفصل علشان ما اطولش عليكم الفيديو. حبايب قلبي خلاص انا خلطت السمنة والزيت مع البيض والسكر والفانيليا زي ما انتم شايفين كده، شايفين بسم الله ما شاء الله القوام بتاعه بقى حلو ازاي. هبتدي دلوقتي ان انا انزل كده بعصير البرتقال واقلبه، هقلب كده عصير البرتقال. طبعا البرتقال موجود اليومين دول، ولو ما عندكيش البرتقال تقدر ان انت تجيبي كيس من عصير التانج او الحاجات، او ممكن الحاجة الساقعة اللي هي بطعم البرتقال. خلاص يا حبايب قلبي انا دوبت كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. هنزل دلوقتي بنص كوباية من اللبن المغلي، لازم يكون سخن كده وما تقلقوش مش هيعمل حاجة خالص في البيض، ونقلبه كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، ما حصلش اي حاجة خالص للخليط بتاعنا ومعانا زي الفل. قلبناه كده. هبتدي دلوقتي ان انا اجيب الدقيق انزل عليه كده بكيس من البيكنج باودر، وهبتدي ان انا اقلبه كويس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حبايب قلبي هبتدي انزل بالدقيق بتاعنا كده بعد ما حطيت فيه البيكنج باودر او الكيك شيف حسب ما انتوا بتحبوا، وهنبتدي نقلب كله في اتجاه واحد كده
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي دي الكيكة اللي كتير مننا مش بيظبطها أو ما بتطلعش هشة وجميلة معاه. إن شاء الله الطريقة دي سهلة جدا ومقاديرها سهلة وموجودة طبعا في كل بيت، هتعجبكم جدا جدا الطريقة، وكمان هتعتمدوها دايما في الكيك العادي أو لو حابين تعملوا الكيكة دي وتزوقوها بتبقى حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اهو، هقلبها بقى كويس عشان مطولش عليكم الفيديو، ونرجع نشوف كل التكات والحركات. حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين ده خلاص قوام الكيكة بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، شايفين بسم الله ما شاء الله. هبتدي دلوقتي ان انا انزل كده بالقالب بتاعي، انا مبطناه بالدقيق والزيت. طبعا اي قالب عندك تقدري ان انت تستعمليه، شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة ازاي. طبعا لو الكيكة عندك زيادة ولا حاجة ممكن تحطيها في صينية تانية اكبر، بس انا هحطها في القالب ده، حلوة جدا. خلاص كده طبعا انا مشغلة الفرن من اول ما بدأت اعمل الكيكة، انا مشغلة الفرن، هبتدي ادخلها على فرن. طبعا هخبطها الاول كده خبطتين كده علشان لو فيها اي هواء او حاجة يخرج وتبقى الكيكة بتاعتنا مظبوطة ومية مية. هدخلها بقى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، وهنخرجها وهوريها لكم مع بعض، هتشوفوها عاملة ازاي. كيكة ناجحة وسهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بقى حطوا السمسمة لايك ويلا بينا نكمل كل التكات والحركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله الكيكه بتاعتنا خرجت من الفرن عامله ازاي. طبعا احنا لسه هنقطعها مع بعض، بس هي لسه سخنه شويه، قلبتها في طبق التقديم علشان تكون باينه اكتر، شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا انا علشان خاطر ولادي هزينها كده من على الوش تزيين بسيط بالمربى، ولو موجود عندك بقى فارميسيلا، موجود عندك لولي، موجود عندك كريسبي، اي حاجه تقدر ان انت تحطيها تدي منظر حلو. هنزينها مع بعض طبعا ونرجع نقطعها ونشوف كل التكات والحركات. حبايب قلب سمسمة زي ما انتوا شايفين انا زينت الكيكة تزيين بسيط خالص، بس بيدي شكل جمالي كده علشان طبعا خاطر ولادي يبقوا مبسوطين. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كان عندي اللولي ده والكريز والكريسبي، يعني عملت ميكس حلو كده وشكل بسيط وجمالي. لو حد عندك كمان هيتبسط جدا من شكل الكيكة ومن كمان طعمها. تعالوا بينا كده نشوف الكيكة من جوه عاملة ازاي. تعالوا بقى يا حبايب قلبي كده نشوف الكيك من جوه عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي الكيكة عاملة ازاي من جوه، شايفين هشة وجميلة ازاي. دي هنحطها في الطبق واوريها لكم. شايفين يا حبايب قلبي، شايفين الكيكة هشة وجميلة ازاي. بصوا شايفين الجمال، شايفين بسم الله ما شاء الله طرية وعاملة ازاي. بصوا الجمال، الكيكة تحفة جدا وهشة وكمان مرتفعة، والطريقة بتاعتها سهلة جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. تقدروا ان انتوا تعتمدوها في كل الوصفات بتاعتكم بتاعت الكيكة للي حابب ان هو يعمل دايما كيكة. شايفين من جوه عاملة ازاي، تحفة جدا. اتمنى من كل قلبي تكون الكيكة حلوة وتكون عجبتكم، ويكون وكمان يكون شكلها حلو ومميز. طبعا لو عجبتكم الكيكة ما تنسونيش طبعا من الدعوة الحلوة واللايك والشير والسبسكرايب علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. يا رب تكون الكيكة عجبتكم، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم.